إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واستمسكوا بدينه فإنه أحسن الدين، والجزاء عليه أحسن الجزاء. من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، خلق الله تعالى الخلق فأحسن خلقهم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وكرم الإنسان فصوره أحسن تصوير، وصوركم فأحسن صوركم، ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. ومن نعمة الله تعالى على أمة الإسلام أن اختارها على سائر الأمم، وخصها بخاتم الرسل، وفضلها على من كانوا قبلها، ولم يكن عباد الله تفضيلها لأجل لونها أو جنسها أو لسانها، بل لأجل عقيدتها ودينها. فمن التزم الإسلام دخل دائرة التفضيل ولو كان من غير العرب، ومن حاد عن الإسلام خرج من دائرة التفضيل ولو كان من قريش، بل لو كان من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدل الله تعالى أن جعل محل التفضيل ممكنا لأي أحد يسعى إليه ويناله. وفي القرآن عباد الله آيات كثيرة تدل على أن ما أعطي المسلمون من الإسلام ونبيه وكتابه وشريعته وأحكامه وتفصيلاته هو الأحسن. ولذا قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ودعوة المسلم عباد الله إلى دينه وافتخاره بإسلامه هو أحسن القول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فدين الإسلام عباد الله هو خير الأديان وأعدلها وأرحمها بالبشرية وأرعاها لمصالحهم، وما عداه من الأديان فهو شر وظلم وشؤم على أصحابه، لأنه سبب لسخط الله تعالى وعذابه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والقرآن عباد الله أحسن الكتب المنزلة، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وقصصه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومن حسن القرآن أنه يهدي لما هو أعدل وأحسن وأقوم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وشريعة الإسلام عباد الله أحسن الشرائع وأعدلها وأرحمها، ولذا وجب التحاكم إليها، كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا تنازع الناس في أمر وجب عليهم التحاكم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن حسن الشريعة الإسلامية أن فيها توجيهًا لأتباعها باختيار الأحسن في كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل يربي الإسلام في أتباعه
اختيار القول الحسن واجتناب قول السوء وضبط اللسان، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. بل يربي الإسلام أتباعه على مقابلة الإساءة بالأحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي باب التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بل في باب المعاملات أيضا والمكاييل: يأمرهم بالوفاء لأنه الأحسن، وأوفوا بالكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ودين الإسلام عباد الله هو الأحسن في كل شيء، ولذا كان أجر أهل الإسلام محفوظا، وسعيهم مشكورا، وعملهم مبرورا، ويجزيهم الله تعالى بأحسن أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته، ويثبتنا على دينه، ويبصرنا بشريعته، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المسلمون، حين يعلم المؤمن أن الله تعالى قد اختار له أحسن دين وأفضل نبي وأحسن كتاب وأحسن شريعة، وجعله من خير أمة، ودله على الأحسن في كل شيء، وأمره به، ويجزيه يوم القيامة بأحسن ما عمل في الدنيا، فإن ذلك عباد الله يستوجب محبة الله تعالى وشكره على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها على أهل الإسلام، وذلك بالتمسك بدين الإسلام والفخر به والعمل بشريعته والدعوة إليه، لأنها دعوة للأحسن في كل شيء. وهذا عباد الله فيه إحسان للخلق أن يدعوهم المسلم إلى الدين الأحسن في كل شيء، وكذلك عدم الحياء أو الحرج من شيء جاء به الإسلام مهما كان، ومهما رفضه الأعداء، ومهما انتقده المنافقون، فإنه من حكم الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت، ويسلِّموا تسليمًا. وفي هذا الزمان عباد الله، حيث كثرة الطعون على الإسلام وشريعته، وكثرة المتخففين من أحكامه بدعوى التيسير والوسطية، وبدعوى الشدة على الأعداء والعزة بالإسلام ونحوها، فإنه ينبغي للمؤمن أن يكون عزيزًا بدينه، مفاخرًا بإسلامه، متمسِّكًا بشريعته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يُعِزَّنا بطاعته، ويرزُقنا التمسُّك بدينه. عباد الله، صلُّوا وسلِّموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وتجاوز عنهم يا رحمن يا رحيم كما تجاوزوا عنا، واجزهم خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجز والدينا خير ما جزيت والدا عن ولده يا رب العالمين، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.